أنا شاكر للحاكم لاعتباري لائقاً وجديراً بخلافة بوتيفار. إن كان الله قد اختارك لمهمة عظيمة كحمل الرسالة، فكيف لي عندها أن أختار غيرك من أجل إدارة أمور مصر؟ فأنت تليق بأكثر من ذلك. عليك أن تقوم بعزله بني. لماذا بني؟ ما ذنب يوسرسيف الخطر؟ هذا عار علينا في مدينة طيبة، مدينة الإله آمون. أن يصل عدو آمون إلى السلطة في المدينة التي يعبد فيها الناس الإله آمون. أنا لا أظن أن يوسرسيف يسعى وراء السلطة والجاه. لا فرق عند يوسرسيف بين العزل والبقاء، بل نحن من يحتاج إلى وجوده. إذن قولوا بصراحة إن أهل مصر ماتوا جميعاً، ونحن مجبرون أن نلجأ إلى كافر غريب لإدارة أمور أرضنا وبلاد أجدادنا. أنا قد أدركت زمن حكم أبيك، وعايشت أمور الحكم في مصر لسنوات عديدة. ما أقوله إنما هو من أجل مصلحة مصر ومصلحتك. هو يقوم بإهدار ثرواتك ومدخراتك. هل تعرف أن إفراغ خزانة مصر من الأموال لشراء الحنطة سوف يضر بمصر وبأهلها أيضاً؟ إن لم يكن لدى يوسرسيف جواب شاف على التساؤلات التي عرضتها أمي، فيجب أن يعزل. أولاً علينا أن نطلب من جميع المزارعين أن يزرعوا ما استطاعوا. ما فاض عن حاجاتهم تشتريه منهم حكومة مصر بسعر مناسب يرضونه. ومن أين نأتي بكل هذه الثروة لشراء الحنطة؟ أولاً عبر التسامح الضريبي، وثانياً بشراء الحنطة مقابل الأرض. كل بمقدار الحنطة التي يقوم بتسليمها لحكومة مصر يصبح مالكا للأرض التي يعمل على بذرها. بعد وهب الأرض ستصبح حكومتنا عرضة للضرر، ولكن في المقابل سوف تملكون كل ثروات معبد أمون وممتلكاته. فكيف تنوي أنت أخذها؟ نحن لا نأخذ شيئا من أحد بالقوة، هم سوف يعطوننا طوعا. أنا لم أتلقى جواب سؤالي بعد. حكومتنا سوف تضعف بوهبها لكل هذه الأراضي. هذا سهل، فنحن لا نعطي الحنطة بالمجان سواء الكهنة أم الأثرياء، فلهم أن يعطون الأموال والثروات أو الأرض وما يملكون. بهذه الطريقة سوف نحصل مرة أخرى على كل ما وهبناه من الأراضي للمزارعين. لقد كفرتم جميعا، أنت وزوجك معك ويوسرسيف. أنتم لا تؤمنون بآلهة مصر ولا بدين آمون. لقد أصبحتم جميعكم يداً واحدة ضد كهنة المعبد.